والله يا ما دكتور يعني. قبل وما بعد والحادثة؟ والله قبل الحادثة كنت عازف بسهر على طول في كل حتة، بعايش حياتي طيب طبعا، وكل اصحابي كانوا عارفين ان انا راجل طيب جدا، بصلي كل حاجة، بس اقطع في الصلاة يعني. كانت حياتي بسافر بره كتير، كانت الحياة كده متبهدلة يعني، مفركشة شوية، بس كنت مبسوط لان انا كان ليا اسم كعازف، وبلعب مع كل ناس تقيلة جدا جدا في الوسط الفني في اوروبا وكده. فما كانش ما قبل الحادثة ما كانش زي بعد الحادثة. بعد الحادثة بقى يعني زبطني جدا. ايه الحادثة؟ الحادثة بتاعتي دي انا مت وصحيت يعني، ده بجد يعني. وانا ما كنتش واخد، ولا ما كنتش مدي خيانة خالص ولا اخوانا خالص زي ما بيقولوا يعني، ولا كان، ما كنت ماشي بالراحة جدا بعربيتي، وجاي من قراية فتحة اختي من الصعيد، وما كانش سبحان الله، فجأة مت وصحيت يعني. الكرم بقى اللي ربنا كرمه، لان دايما بيبقى شر في باطنه الرحمه، هي دي كانت شر في بطنه الرحمه، كان كلها رحمه يعني. غيرت بقى من مجالي، فبقيت يعني ما بخرجش من بيتي غير لما يكون عندي شغل. ما عنديش شغل، انا قاعد في بيتي، يا بسمع مزيكا اللي هي الورد بتاعي بعمله، ماليش دعوه بحد، لا بقى ليا دعوه بده قال ولا ده عاد. بنزل من بيتي على صلاه الجمعه يعني، لو ما عنديش شغل مثلا انزل من بيتي على صلاه الجمعه، اتمشى شويه كرياضه يعني. يعني الحادثه غيرت فيك ايه؟ ان انا ابص بقى للحقيقه يعني، اللي هي ايه؟ ان الدنيا دي ما 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 لما تستاهلش، المهم ان انا احاول ارضي ربنا يعني. مش عايز اخوض في الحته دي كويس يعني كتير، بس هي بدلت بالعكس من انسان انا عايز اخوض فيها كتير. كنت بشرب وكنت بعمل وكنت عايش حياتي براحتي جدا، وعايش في اوروبا يعني عامل نفسي خواجه يعني، وهي مش الحقيقه طبعا يعني. واضح انك انت بعد الحادثه خدت عهد مع نفسك قدام ربنا سبحانه وتعالى. العهد بايه؟ العهد بان انا ما اذيش حتى اللي اذاني، حتى اللي بيأذيني قدام انا عمري ما اذيه خلاص. لان انا كنت يعني في الحادثه اذيته وضربته علقه جامده يعني، ضربته ضرب جامد وكسرت له مناخيره، لان الحقيقه حادثتين في حادثه. انا عملت حادثه بالعربيه بتاعتي الاول، نزلت من العربيه اتخانقت مع الراجل، وكنت قليل الادب جدا يعني، هو كان غلباني قوي يعني، بس انا كنت مفتري يعني بصراحه. واقف قدام العربية، والله العظيم ثلاثة يا دكتور، والله العربية الأولانية نوع بيجو 2016، لونها برضو الموكا ده والشامبين ده، أنا معرفش الاسم ده، اللون ده اسمه إيه. العربية التانية اللي جت خبطتني نفس اللون ونفس النوع ونفس الموديل، خبطتني من على الأرض شيء، طيرتني الناحية التانية، فأنا مت خلاص يعني. فخدت عهد على نفسي إن حتى لو اللي هيأذيني أنا مش هأذيه.